الدورة الثانية من مهرجان كاب سبارتل شمال جنوب، تظاهرة فنية تهدف إلى خلق المتعة عبر الصورة السينمائية. هذه الدورة تشهد مشاركة 17 فيلما بين الوثائقي والروائي والقصير. اليوم الحمد لله انفتحنا على العرض الافتتاحي الأولي الذي كما ترون الحمد لله الحضور وازن نوعي، يعني تم الاحتفاء بالوفدين الموريتانيين والجنوب افريقي، وطبعا الى جانب مخرجين من دول مثل النرويج والبرازيل والى غير ذلك. يعني لحد الساعه الحمد لله يعني استطعنا ان نقول انه الفقرات التي سطرناها تمت في ساعتها. السينما المغربية يعني سينما متقدمة، خاصة طنجه، طنجه ام السينما المغربية ممكن نقوله، ومنها منهاجات السينما من احسن سينمائيات العربي بالوطن العربي وزينه، لكن السينما في موريتانيا يعني يخصها شويه تقدم، يخصها ومعنى نظره المجتمع للسينما عندنا نظره مش يعني مرتبطه مع انحلال الخلق ومرتبطه مع اشياء كثير، مع ان حتى ومع ان يعني امراه موريتانيه سينمائيه هذا يعني يكون تمييز كثير، لان المجتمع الموريتاني مازال ينظر للسينما نظره دونيه جدا. هو ملتقى طبعا سينمائي ثقافي مختلف على اللي كنشوفهم في المهرجانات الاخرى المغربيه، لان كل دوره كتميز بتيمه معينه. فهذا العام هي السينما والمدينه، فكنشوف انه يعني متميز مختلف على المهرجانات الاخرى، وكذلك كيشمل مجموعه من الفنانين والسينمائيين المخرجين اللي هما جاوا من الدول الاجنبيه، فهذا الشرف كبير طبعا. الملتقى شهد العديد من الأنشطة الموازية بحضور مهتمين ومختصين في الفن السابع، إضافة إلى الاحتفاء بالراحل محمد شكري. توج المهرجان فيلم حكاية سورية بجائزة أفضل فيلم لأفلام الافتتاح، فيما عادت جائزة أحسن فيلم لأفلام الاختتام لفيلم هوكاك.